اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة من برنامجكم الشهير أكلة أمي. أكلة أمي النهاردة أكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء، والوقاية خير من العلاج. دايما لما بنيجي نعمل أكل صحي يقول لك أنا مش باكل ده ما فيهوش ملح، ده ما فيهوش، لا احنا ماشيين على خطى واحد إن احنا بنعمل الأكل اللي نفسنا فيه كل يوم حد من كل أسبوع. الخطة برنامج أكلة أمي الأسبوعية إن السبت فقرة تعليمية تدريبية لكل البنات الحلوين اللي عايزين يخشوا المطبخ، يوم الحد بيكون أكل صحي بقدر الإمكان، بنفحص الأكلة ونشوف إيه الماتيريال بتاعها ومكوناتها، وبنقتبس منها الحاجات اللي بتأدي للتخانة، كوليسترول، دهون، سكر والحاجات دي كلها، وبنعمل الأكلة بنفس الطعم. يوم الاثنين من كل أسبوع بنعمل أكل من حول العالم، الأكلات اللي نفسنا فيها إذا كان من المطبخ الطلياني أو المكسيكي، حتى من الهند والصين واليابان. يوم الثلاث من كل أسبوع بنعمل أكل بناء على رغبة السادة المشاهدين من خلال تواصلكم معنا على السوشيال ميديا. الأكلات اللي بتطلبوها بنحصرها وبنسجلها وبننفذها يوم الثلاث. الأربع سمك، بنعمل أكلة سمك ما حصلتش. فالنهاردة الأكل الصحي معانا برغل بتفين. البرغل من حبوب القمح الكاملة، احنا عارفين البرغل مشتقات القمح الصلب، غير الفريك من القمح الطري اللي هو القمح اللي هو السنبلة وهي لسه خضرة. هنعمله النهاردة برغل بتفين مع الحمص، بما أن الحمص منتج جيد جدا للبروتين النباتي. معانا النهاردة الكوسة، تشوف الكوسة مخرجنا الجميل شفيق. الكوسة هنا نعملها حاجة اسمها كوسة جراتان أو كورجيت برزيان. هنشوف ازاي نسلق الكوسة اللطيفة الحلوة دي خضرة ازاي. طب الخضار والحلاوة دي جا منين؟ ان انا لما اجي اسلق الكوسة او البروكلي لازم احط ذرة ملح او شوية ملح على المية المغلية، تقوم الخضار يبقى خضار ناضج وزي الفل كده وهي بتستوي معايا. ونشوف ازاي نعملها جراتان مع الجبنة واللحمة المفرومة. اما الفراولة اللي غنى لها الفنان الشعبي ميتال رحمة الله عليه، هنعملها النهاردة كرامبل، كرامبل الفراولة بالشوفان. ونشوف ازاي نعملها بسكر الفواكه مع قرفة مع قليل من الزبدة، هتبقى لطيفة وجميلة، الأطفال هيحبوها والكبار كمان هيحبوها. أنا مش عايز أطول على حضراتكم لأن حلقتي فيها تفاصيل كتير، معلومة غير معلومة، فخبرة طهوية صحية. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل أو تروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف. تفاصيل الحلقه وخط سر الحلقه كالاتي: معانا برغل، معانا حمص بيستوي على النار، الاكله دي بتاخد وقت شويه من السوى، معانا الكوسه الجراتان بتاعتنا بتاخد لحمه مفرومه. فخلونا نبدا باول حاجه، برغل بتفين. مقاديره على الشاشه، معانا برغل مغسول مره اتنين تلاته، وبعد ما نغسله ونصفيه من الميه، ده البرغل بتاعنا اهو زي ما هو، عليه عود نعناع اخضر. معانا الحمص الشام بيستوي على النار، بصل جوليان، بصل شرايح اهو بالشكل ده كده، هيتقطع علشان نشوحه على النار مع العود الروزماري اللي بيتقلب في زيت الزيتون، باخد في ليفر زيت الزيتون بطعم الروزماري اهو. ونمسك البصل ده نشوحه. المطبخ ده يعني فيه كده خبرة، يعني لازم تكوني انت، يعني البصل لو انا ما حطيتش عود روزماري في قلب الزيت هيحصل حاجة؟ بالعكس هيبقى حلو برضو كل حاجة، بس الواحد لما يجود في حاجة هو بيحبها أكيد بتطلع جميلة ولطيفة. وهنا نقول الإبداع، ننزل بالبصلاية الجوليان الشرايح أهو كده أهو في قلب الزيت، زيت الزيتون، كأننا هنعمل مسخن بالظبط. إيه هو المسخن يا مغازي؟ المسخن ده صدور فراخ أو فراخ بتتسحب وتتقطع شرايح، مع بصل شرايح، مع زيت زيتون، مع سماء، تستوي، تاخد البهارات، بابريكا، ملح، فلفل، وفي الاخير بنلفها في عيش صاج اللي هو خبز الشراك اللي هو الخبز السوري، يتعمل اصابع ويتحط فيه زيت زيتون غزير في قلب الصينيه، وده المسخن من المطبخ الاردني او الفلسطيني او الشامي. العود الروزماري بيتدلع مع بصل متقطع شرايح مع زيت زيتون. مش هنزل بالثوم خالص دلوقتي، ليه يا مغازي؟ عشان الثوم ما يتحرقش ويمرر لي الاكله بتاعتي، استنى على البصل لما يستوي اهو اهو اهو. طعم الحلو ده كده واحنا شغالين، اللهم صل على النبي. نجيب البرغل بتاعنا ونتكلم عن البرغل. البرغل ده مفيد جدا، حبوب القمح الكامله، قيمته الغذائيه عاليه جدا، في كل المعادن، الياف، كل حاجه حلوه في القمح،
ومن العيش طبعا احنا كلنا ما نقدرش نستغنى، ولكن لما ناكل حبوب كاملة زي القمح بيبقى مش لازم عيش على السفرة، يعني ليه؟ الأكلة دي مش محتاجة بقى عيش ولا محتاجة رز خالص. هو البرغل ده بيعتبر مصدر غني جدا لكل الألياف، لكل النشويات، لكل المعادن. بالشكل ده كده. احنا بنقلب البرغل مع التوابل والبهارات، ولكن برغل بتفين له لمسة سحرية. امتى نحط الحمص الشام ونستفيد بمية سليق الحمص؟ الكلام ده نشوفه بعد الفاصل. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل وما زلت مع اسرار البرغل. مخرجنا بيقول لي هو ده البرغل اللي بيتحط مع التبوله؟ لا خالص، في برغل ناعم وبرغل خشن. ده البرغل الخشن اللي احنا بنستخدمه في الطبخ، اما البرغل الناعم ده بيستخدم في طبق التبوله او في الكبيبه اللي هي الكبه، كبه مقليه، كبه بصريه، كبه لبنيه، كبه محشيه، كبه سمائيه وهكذا. عندنا البرغل على النار معاه بصله متقطعه شرايح او جوانح، هننزل بميه سليق الحمص. شفتوا بقى التركايه هنا؟ انا ما جبتش شوربه فراخ ولا شوربه لحمه، هنا الاكل الصحي، ان انا ازاي اتفنن وابدع في عمل الاكله واهرب من الدهون اللي موجوده فيها من المكونات بتاعتها، وابدا اخد من الحمص ده كده مصدر غني جدا للبروتين الامن، بس طبعا اللي معاه كوليسترول او مشاكل يعني دهون عاليه يقلل منه هو والفول. حلو، نقلب الحمص مع البرغل كل ده مع بعضه. بهاراتنا يا عم الشيف شفناها مع بعض، الملح لسه ما حطيتوش. الاكله دي طيبه، البعض بيعملها بلحمه مفرومه، ممكن نحط لها فراخ مفرومه زي ما احنا عايزين، ولكن هي كده حلوه بصراحه، فيها كل العناصر الغذائية موجودة. نغطيها بقى ونسيبها تستوي. حلو الكلام، خلصنا من أكلة. نظبط الملح بتاعنا وما نوطيش عليها النار غير لما تغلي، خلي بالك ده مهم جدا. بتعملوا رز، بتعملوا برغل، الحاجات دي مهمة جدا، بس أجي أوطي النار لازم أشوفها بتبكبك قدامي، بعدين أهدي النار عليها خالص. هنشتغل دلوقتي في طبق مشهور في المطبخ الفرنسي اسمها كورجيت برزيان او كوسه جراتان، قريبه او بنت عم الكوسه بالبشاميل، بس دي مش هتاخد بشاميل. المقادير على الشاشه، كوسه من خير ارضنا خضرة وزي الفل لسه طازه، ومعانا بصل ومعانا توم، معانا لحم مفروم ضاني كندوز، اهم من حاجه نسبه الدهون اللي موجوده في اللحمه المفرومه. انا هشيل الحمص من هنا علشان يوسع لي الدنيا شويه. حلو الكلام، واحدة واحدة مع بعض كده احنا شغالين. ونجيب الحلة دي أو الطاسة دي نبدأ نعصج اللحمة. هنعصج اللحمة بزيت زيتون اللي هي اللحمة المفرومة اللي هنعمل بيها الكوسة. الكوسة اهي يا غالي، حاضر أنا قايل لك اهي. كوسة بتتسلي على النار في بوكيه جرنيه من عود روزماري، شوية كرفس، فص توم ني، يعني اداها طعم كده حلو. الكوسة هنطلعها من النار، خلاص هي اتسلقت كده. بسم الله الرحمن الرحيم. واسيبها تبرد شويه. خلي بالك ميه الكوسه دي استفيد بيها. اللهم صل على النبي. حطيت عود كرفس حلو، شويه روزماري، فص توم، بصلايه. الكوسه ده لها طعم، يعني ممكن اكلها زي ما هي كده للامانه والله، زي ما هي كده ممكن استفيد بيها. هنمسك اللحمه دي نعصجها مع بصل وتوم. ناخده كده ونقف جنب الطاسه بتاعتنا اهو، بصل مفروم ناعم حلو، فص توم مفروم ناعم، اللحم المفروم بتاعنا ينزل على البصله والتومه كده، خلي بالك شايفين اللحمه هبره ازاي؟ ما فيهاش دهون تقريبا، يعني 10% بس محمر ده كده. نشيل دي من هنا عشان توسع لنفسينا كده، اللهم صل على النبي. خلي بالك اللحمه
دايما لما بتيجي تعملي مكرونه بالبشاميل بتكلكع منك. انا هقول لك دلوقتي على سر كده لطيف وحلو تخلي لك اللحمه دي مفلفله كده عامله زي الخرز بعد ما تستوي، تبقي شايفاها قدامك لطيفه وحلوه كده زي الفل. هي دلوقتي ايه مكلكعه يعني، طبعا طالعه من الثلاجه، وبنحمرها وبنعصجها مع بصل وتوم زي ما احنا شغالين كده. معايا استاذ ليمون في قلب اللحمه محتار كده بقلبه اهو. نبدا نحط البهارات بتاعتنا، ملح، فلفل، طعام اللحمه بقدر الامكان. على فكره البهارات من الحاجات اللي بتحرق الدهون، يعني لها قيمه غذائيه عاليه جدا، يعني ما تخافيش منها. ممكن بتفتح الشهيه اه، بس يعني ايه برضو مفيده جدا للجهاز الهضمي. وخلي بالك اللي معاه مشاكل مع القولون ما يستخدمش بهارات حاره كتير زي الفلفل الاسود زي الشطه، الحاجات دي كلها. الكمون امن، كمون مفيد جدا وبيساعد على التحام الجروح اللي موجوده في القولون او في الجهاز الهضمي، مفيد جدا للبقوليات زي الاكله اللي انا عاملها النهارده الحمص الشام وهكذا اه. ايه السر يا عم الشيف علشان اللحمه دي تفك معاك بسرعه وتريحك من اللي انت فيه ده؟ اه، باخد شويه شوربه، شويه شوربه من شوربه الكوسه مش شوربه الحمص. ميه مغليه يا ويلي يا ويلي، خلاص اللحمه فكت. ايه اللي بيحصل هنا كيميائيا؟ اه، البخار اللي بيطلع من شويه الشوربه اللي انا حطيتهم دول بيخشوا في الانسجه بتاعه اللحمه يقوم يفكها من بعضيها. اه، هغطيها كده براحه اه واسيبها شويه دقائق معدوده على ما اشوف الكوسه دي هشتغل فيها ازاي. الكوسه معانا اهيت، بجيب كسروله تانيه، اللهم صل على النبي، وسكينه صغيره كده ونشتغل مع الكوسه دي واحنا شغالين اهو. ونجيب طبق علشان ابدا ان انا، اللهم صل على النبي، نفتحها كده نصين اهو ونبدا نرصها كده اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ حد يقول لي هنا الشيف المغازي ليه ما قمعش الكوسه وهي بتتسلق؟ اللي هيجاوبني على السؤال ده للامانه يعني ممكن يعني اديله هديه حلوه قوي على الهوا، ان انا اعمل له الاكل اللي هو نفسه فيها. الله عليك يا شيفي، طب انت معايا كل يوم، ايه اقدر اعمل لك الاكل اللي انت بتحبها؟ شفت المخرج الشاطر؟ قال لي علشان الكوسه ما تتهريش منك، اه لما تيجي تعملي خضار سوتيه او الكوسه زي اللي انا بعملها ديت لازم تسيبي الزهره بتاعت الكوسه دي اللي انا بقطعها دي، الحته اللي هي السميكه فيها اهي دي اللي بتخلي لك الكوسه سليمه. حاضر حاضر، هنطلع فاصل، خلينا ناخد بعضينا. وعلى فين يا شيف؟ على فاصل صغير ونرجع بعد ما نرص الكوسه بالشكل ده كده ولحمه مفرومه بتتعصج، ونشوف اسرار عمل الاكل الصحي النهارده بطريقه مبتكره صحيه ابداعيه. او هتروحوا بعيد تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الأخيرة لعمل الكوسة جراتان اللحمة المفرومة. بقية الكوسة يا عم الشيف خدتها كده زي ما هي، ممكن ناخد قلب الكوسة مع شوية لحمة مفرومة متعصجة، أحط عليهم شوية كزبرة خضراء أو بقدونس زي ما أنت عايزها في قلب الكبة. شفت الجو ده كده؟ هنحط فص توم محترم، ده مع الكوسة اللي هي إيه سليمة اللي هي معانا. حلو الكلام؟ مع واحد بيضة صغيرة هنا كده، الله حلو قوي، مع بهاراتنا شوية ملح وشوية فلفل. الأكلة دي على فكرة تعجب الأطفال قوي وكبار السن. شوية فلفل شوية ملح أهو، بطعمها كده. دي الكوسة البورية، حلو قوي. ممكن أحط شوية كركم عينية، شوية كركم حلوين لأن الكركم مفيد للجهاز الهضمي وخاصة الكبد كده. حاضر اهو، ونشغل دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، دي تشتغل اهو. يلا
خلص الكلام. شكرا. دي الكوسه البوريه. طبعا القوام ده ايه اللي هيمسكه يا عم الشيف وايه اللي هيدي له قوام؟ اهو البيضه اللي انا ضاربها وخافقها مع الكوسه. اشيل ده كده اوسع الدنيا الاول عشان حضراتكم تشوفوا التفاصيل الصغيره دي مهمه. ننزل بالكوسه دي كده على الوش اهي. الله الاكل دي حلو قوي، فيها طعم فيها فكر طهوي. جبنه برميزان مبشوره، ولكن دي مش برميزان. الشيف المغازي عودنا على شاشه التلفزيون المصري المصداقيه والشفافيه. دي جبنه رومي معتقه حلوه قوي، ملح قليل جدا على فكره. قلت للراجل بتاع السوبر ماركت انا عايز جبنه ملحها قليل، جبنه رومي، فاداني الحلوه دي كده. دي انا احبها مع العيش الفينو سندوتشات تبقى لطيفه قوي على فكره. هدخلها الفرن دلوقتي. وخلي بالك ممكن تقليل الملح كمان من الاكل بتاعك بما ان الجبنه معانا، فدي طبعا مصدر برضو للاملاح، فخلي بالك عشان الاكله دي ما يبقاش فيها ملح كتير. نوزع الجبنه دي كده على الكسروله وندخلها الفرن. احنا عايزين نعمل الفرن. البيضه اللي انا حاططها مع الكوسه وقوام الكوسه هتستوي، الجبنه دي هتسيح على وش الصينيه بتاعتي، وكلهم يتعرفوا على بعض كده وبالف هنا وشفا للي ياكل منها. ولكن مخرجنا الجميل دايما بيجاوبنا على السؤال، الكوسه دي بمكوناتها تتحط فين في الفرن؟ قول لي. الله عليك، عيب عليك، عيب عليك في النص. حاضر حاضر. عينيا اهي، اللهم صل على النبي، في قلب الفرن. يلا باي باي. نودع الكوسه الجراتان بفكر وابداع الشيف المغازي لمده 10 دقائق ونطلعها من الفرن. تعالوا مع بعض نشوف نكمل البرغل اخباره ايه. البصل الجوانح، البصل الشرايح، البصل الجوليان مع الحمص الشام مع برغل حبوب القمح الكامله الصلبه، واحنا عارفين البرغل الخشن من مصادر القمح الصلب. الله على الرائحه، ريحه القرفه الناعمه مع البابريكا مع الفلفل، شويه كمون هرشهم على الوش دلوقتي، انا بحب الكمون على الوش عشان الحمص ده، عشان ناكل منه ما يجيناش غازات وانتفاخات. خلي بالك تاكل طبق فول حط شويه كمون على طبق الفول بعد ما طبعا تهرسيه بالشوكه. الطبق ده حلو قوي على فكره، حلو قوي. شويه الكمون معانا. نخش على الفراوله، ازاي نعملها كرامبل. عملنا التفاح كرامبل قبل كده، نعمل الفراوله النهارده كرامبل. مقاديرها على الشاشه، وبقدر الامكان نهرب من الدهون. زبده قليله، فراوله دي الشوفان، منه السليم ومنه المطحون الناعم. دي المقادير ببساطه خالص، تعالوا نعملها مع بعض سريعا. عينيا. نشيل دي من النار عشان نوسع ونظبط المسائل كده. معايا طماطميه حلوه اهيت، واشيل دي من هنا. عينيا. عايز الطبق ده عايز ادلعه كده. ممكن احط طماطم، ممكن نزينها فلفل اخضر بلدي. انت بتعمل ايه يا عم الشيف؟ والله للامانه انا معايا لوز، معايا لوز، ممكن احط لوز، وممكن احط اللي انا حطيته دلوقتي. ايه ده يا شيف؟ بصلايه خضراء حلوه. ما احنا حسب الجو بقى وحسب الظروف اللي احنا فيها محتاجين نهتم بالبصل الاخضر، لانه طبعا مضادات اكسده، يقوي المناعه، قيمته الغذائيه عاليه جدا. اشتغلت ببصل اخضر، لازم اعقم ايدي كويس عشان هشتغل في حلو دلوقتي، واغير السكينه واغير البلانشه. ده المطلوب منك لما تيجي تشتغل حلو. معاكي بصلايه، تشيل السكينه، تشيل البلانشه. شفنا المقادير على الشاشه. الحلو ده مش هياخد وقت كبير مننا. وايه فكرته بالظبط؟ احنا مع بعض اهوت، بس نروق الدنيا دي كده. ده مطلوب مننا. وده المطلوب منك. بتعملي طبق مهلبيه، شويه كنافه، قطايف، ايا كان، لازم المطبخ بتاعك يكون رايق. ادي الكسرولة اللي هنشتغل فيها، ومعانا الفراولة، يا بتاع الفراولة، ومعانا شوفان حبوب كاملة، ومعانا شوفان مطحون ناعم، ومعانا معلقتين من الزبدة وشوية سكر فواكه. نبدأ نشتغل في الحلو ده كده واحنا واقفين بالسلة. هتقول لي يا شيف مغازي احنا التايم بتاعنا تقريبا 10 دقائق، ده هيسعفنا. الفكره كلها انا عايز اقول لحضراتكم ايه فكره عمل الحلو، وهيخش النار زي الفل وهنكمله مع بعض ازاي.
حلوه قوي. الفكره دي نعملها بالتفاح، نعملها بالفراوله، نعملها بالكمثرى، نعملها بالفواكه المشكله زي ما احنا عايزين. اللهم صل على النبي. تعالوا نطلع الكوسه، نشيلها كده، نطلعها لان هي جاهزه، نحطها على الطبق ده كده. جبنه ساحت، نبص عليها كده ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل على النبي، اهي زي الفل. السكينه الصغيره بتاعتنا، الفراوله معانا. باخد كده الفراوله دي كده، بقطعها على دي الشوفان بالشكل ده كده اهو. الحلو ده بسيط وسهل، احنا عايزين ناكل الفراوله. انا من الناس اللي بيحبوا الفراوله اه، بس ما بحبش اكلها كده، يا اما احط عليها عسل، احط عليها شويه سكر، لانها مززه شويه معايا، والبعض بيحب ياكلها زي ما هي كده اه. الفراوله تتقطع كده، طبعا بنسيب اتنين تلاته نزين بهم الطبق بتاعنا علشان الضيوف يعرفوا ان الكرامبل ده بالفراوله. هنحطهم على الوش دلوقتي. ممكن نعمل التوت، التوت بتاعنا الحلو ده كده، البلد اللي بيجي من التوتة اللي بتبقى على ناصية الأرض الزراعية، كنت زمان بذاكر تحت منها هي والجميزة أيام الثانوية العامة في الريف المصري الجميل البلد، ويتساقط عليا التوت والجميز اللي هو التين البلدي الحلو ده كده، حاجة كده كانت بتاعت زمان دلوقتي مش موجودة. والله العظيم كانت أيام حلوة، الندى كده والجو الحلو والتوت والجميز الحلو المسكر كان عسل. اه الفراوله دي كده زي ما هي، ونحط مكعبين من الزبده عليها، ونحط السكر الفواكه حلو، ونحط قرفه ناعمه، قرفه ناعمه اهي، ونقلب كل ده مع بعضه. يا عم الشيف، يا ام احمد ازيك؟ ازيك يا شيف؟ اهلا وسهلا يا ام احمد. حط شويه فانيليا. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيبه يا ام احمد. تحياتي لحضرتك وشه البرنامج والاستاذة المحترمه اللي ردت عليا على التليفون. اشكرك يا ام احمد. والله انا بشكرك على اكلاتك الجميله دي يا شيخ. الله يبارك لك يا اختي، عمريني تحت امرك يا ام احمد. الله يكون سنه طيبه. ربنا يحسن ما بين ايديك. امين يا رب العالمين. الله يخليك. طيب ممكن تقول لحضرتك طريقه كفته الجمبري بقى طالما توصلت ايديك؟ كفته الجمبري. حاضر عينيا. ايوه حاضر. ايوه كفتة الجمبري لها كذا طريقة، البورسعيدية، طريقة السواحلية، الطريقة العادية بتاعتنا، ولكن خلينا نقول طريقة سهلة وبسيطة كده لكفتة الجمبري. بنجيب الجمبري اللحم، نقطع نصه بالسكينة زي ما بنفرم الملوخية كده تحت المفرمة، والنص التاني نخليه سليم. حلو الكلام؟ ونقلبهم الاتنين مع بعض، مع بصلة مفرومة ناعم، مع بصلة تومة مفرومة ناعم، عود شبت صغير، قرن فلفل حار لو عايزاها حار. حلو الكلام اهو كده، بقلب كل ده مع بعضه اهو. شفت الفراوله اهي بتتعجن بالدقيق كده مع الزبده زي الفل تمام، وفلفل الدقيق شوفان بالزبده وانزله في الكسروله دي كده اهو. تقوم الفراوله اللطيفه دي هتنزل السوائل بتاعتها والبهريز بتاعها والميه بتاعتها، تلاقي ايه حارس مرمى قوي جدا. اه حلو. يقوم حارس المرمى ده اللي هو دي الشوفان يمتص السوائل بتاعة الفراولة، هي الكرملة جت من هنا بقى، اختلاط السكريات بالدقيق. عينيا. حاضر اهو زي الفل اهو اهو تمام، وحلو وبسيط وسهل. هتلاقي السكر ده اتكرمل كده مع الدقيق بالشكل ده كده زي الفل يا عم الشيف. طبعا الزبدة هنا بتسيح، وهندخل ده الفرن. استوى احنا مع بعض، ما استواش احنا برضو مع بعض. احط الفراوله دي على الوش كده، حلو سريع كده. هتقف تعمليه في البيت او في المطبخ كده وانت واقفه، عندك ضيوف هيطلع معاك في خمس دقايق اهو. الفراوله دي بحطها على الوش. ها حلو قوي. خدوا المفاجاه دي بقى، اللي ما خدش باله وما شافش الحلقه دي النهارده مع حضراتكم ان شاء الله باذن الله تعالى هيشوفها يوم الجمعه اعاده. أنا بحط شوية سكر علشان الشكل الخارجي للفراولة وللكرامبل بتاعي يتكرمل. شفت الكرملة جت منين؟ أهو أهو شوية سكر على الوش أهو، وهدخل ده الفرن
وانا مع حضراتكم كده اهو اهو اهو. درجه حراره الفرن كام يا عم الشيف؟ 180 مكان الكوسه الجراتان اهو اهو بالشكل ده، وهيتقدم في نفس الطبق زي الفل اهو. دي الفراوله الكرامب اللطيفه وجميله وحلو سهل بيناسب الكبار والصغيرين ونسبه الدهون فيه قليله جدا. عملت ايه شيف النهارده؟ الاكل صحي. تعالوا نشرح كده بسرعه في الوقت اللي بقى عندنا. انا عملت البرغل بتفين، المفروض يتحط عليه صنوبر اخواننا السوريين والشوام، انتوا عارفين بقى الصنوبر عندهم واللوز ممكن يتحمر ويتحط على وش برغل عشان اللي بيشوفني دلوقتي من اخواننا الشوام السوريين او اللبنانيين، الاكله دي لازم يتحط عليها صنوبر او لوز. انا ما حطيتش لا صنوبر ولا لوز، انا حطيت بصل اخضر متقطع جوليان او فرامته كده مع الراس بتاعته البياض علشان يدي قيمه غذائيه عاليه جدا ومضادات اكسده ويقوي المناعه. وجود البصل الاخضر مع البرغل والحمص الشام، عملت طبق فيه كل العناصر الغذائيه، منتجات البان اذا كانت الجبنه اذا كان البيض اللي انا ضفت للكوسه، لحمه مفرومه، يعني الوجبه دي وجبه كامله مكمله فيها كل حاجه. كوسه جراتان ما فيهاش بشاميل من المطبخ الفرنسي ولكن بخفه دم مصريه. معانا الكرامبل في الفرن اللي هو الفراوله، عملناها بدقيق الشوفان مع حضراتكم وقليل من الزبده وسكر الفواكه. اكلنا صحي، وقتنا خلص يا شباب، نطلعها من الفرن عينيا الاثنين، هي لسه ما استوتش للامانه، المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه التلفزيون المصري. دي عايزه لها يا عم الشيف تقريبا من 10 ل 15 دقيقه حتى يتكرمل السكر، وواضح ان هو كان في طريقه للكرمله. اساتذتنا فرسان التلفزيون المصري هيجيبوا التفاصيل الصغيره اللي على وش صينيه الفراوله مع الدقيق الشوفان. رؤية فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو.